السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نرسم سطح يكون مايل لإزاز. طيب هقول له دلوقتي خش في الماسنج اوت سايد امبليس ماس، اوكي، وهبدأ ارسم السطح بتاعي بالشكل دوت، مثلا من هنا لهنا اهوت، وبعد كده اقول له كرييت فورم. تمام. طيب ممكن بقى نيجي بقى هنا ونعلم على الخط دوت ونبدأ نرفعه بالشكل دوت، وممكن نيجي على الخط دوت ننزله بالشكل دوت. أقول له فينيش ماس كده اتكون الشكل بتاعي. ممكن تيجي هنا من أركتكتشر وتقول له أنا عايز أعمل فيرتل سيستم اهوت بالشكل دوت، وممكن تقول له أنا عايز أعمل برضو كريت سيستم هنا، وتقدر تقول له أنا عايز أعمل ألاين الخط دوت مع الخط دوت. بس خلينا عامل سيلكت عليه كده، كل الخطوط دي المفروض كلها تبقى امبن على اساس ان هو يبدأ يلف معايا. طيب ممكن حاجة تانية، ممكن نروح معلمين على الشكل كله دوت ونقول له احنا عايزين كارت السيستم بتاعنا نعمل دبليكيت منه. هو انا عامل اللي اوت فيكسد ديستنس، انا عايز نال، وابدا انا اعمل ديليت جايد لاين. وده برضه نال ديليت بالشكل دوت، وده برضه ديليت، وتبدا تعمل انت زي ما انت عايز. هتقول له انا عايز اعمل جريب نوتش، هو واخد الخط اللي ممكن تخليها بقى مع كل خط منهم بالشكل دوت. وبالشكل دوت عشان يبقى ماشي مع بعضه. طيب دلوقتي لو انا عايز اخلي الخطوط دي تكون ماشيه مع الخطوط اللي هنا، تبقى ماشيه مع الخط الافقي والراسي، اعمل سيلكت على الزاويه هنا واديله الانجل، هتطلع معايا بالشكل دوت. وسهل بتعمل الالاين او تخليه محايد لنفس الخطوط ديت.